مساء الخير، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض البورتوفي الصغير ده او البوك. انا عملته بغرزة الحشو بطريقتين، غرزة الحشو العادية هنعمل بيها قاعدة، وغرزة الحشو اللي بالشكل ده هنعرفها مع بعض في الفيديو بتتعمل ازاي. وحطيت اللي هو زرار، حطيته هنا اهوت، وهنا المفروض في سوسته، بس هنعملها مع بعض في فيديو تاني. هنركب السوسته مع بعض اهو، شكله هنعمله حلزوني، مش مفهوش، مش هيبان في اي علامات بين السطور. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناه واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. يلا نبدأ مع بعض. انا اشتغلت بإبرة 5، هو خيط مكرمية مصري، السمك بتاعه متوسط، فإبرة 5 مناسبة جدا. يلا نشوف الخطوات مع بعض. انا كده بدأت، عملت 15 سلسلة، هرتفع سلسلة يبقوا 16، واجي في الغرزة 15 اعمل غرزة حشو، حشو هنعمل 15 غرزة حشو، لغاية ما نوصل لآخر السطر عشان نعمل التزايد بتاعنا. انا كده وصلت لغاية اخر السطر، هعمل اول غرزة في اخر السطر، واحد، نعمل اتنين تانيين التزايد بتاعنا، يبقى كده عملنا تلاتة، ونشد الخيط معانا ونجيب خيط البداية تحت الشغل كده اهوت، نيجي في أول غرزة معانا من الناحية التانية نعمل غرزة حشو كده. كده وصلنا لغاية آخر غرزة، غرزة البداية اللي عملنا فيها غرزة واحدة بس، هنعمل تزايد ونعمل اتنين كمان. ادي واحد، ادي اتنين، واول غرزة في البداية معانا احنا مش هنرتفع سلسلة ونعمل غرزة الحشو، لا احنا هنعمله حلزوني. فهنبدأ مع بعض ازاي في الغرزة بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها مع بعض. هنخش اكننا داخلين نعمل غرزة حشو، دخلنا غرزة الحشو العادية بنلف الـ 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 الابرة على الخيط، والخيط بيبقى فوق والابرة تحت، لا احنا غرزة الحشو النهاردة هنشتغلها الخيط هو اللي فوق، الابرة هي اللي فوق سوري، والخيط تحت. هنلف كده ونطلع من اول غرزة في السطر، هنجيب العلامة نحطها في الغرزة اللي احنا لسه عاملينها عشان نعرف اول غرزة في السطر. نشتغل مع بعض تاني الغرزة نفهمها اكتر. هنيجي في الغرزة اللي بعدها اهي، نخش في الحلقتين اهو، هنخش بدل ما الابرة تبقى تحت الخيط كده، لا هنخليها فوق الخيط ونلف الخيط عليها ونسحب ونطلع من الحلقتين اهي. تاني مع بعض، هنخش في الحلقتين ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من الحلقتين. احنا مش هنعمل تزايد تاني في السطر ده، ما فيش تزايد تاني خلاص. تاني مع بعض، هنخش في الحلقتين، هنخش في الحلقتين ونطلع الإبرة من فوق ونسحب ونطلع من الحلقتين. تاني مع بعض،
انا عارفة اللي هي سهلة مش محتاجة حاجة، بس احنا تعودنا على غرزة الحشو اللي احنا ناخدها على طول، نخش كده ونسحب. لا، هنطلع الابرة من فوق ونطلع من الحلقتين، اهي باينة معانا، اهي عاملة زي حرف الفي، هي حلوة قوي شكلها، بيبقى حلوة قوي بورتوفيه او شنطة. اهي انا مثلا اهو اتلخبط عشان بتكلم، هنخش ونطلع الابرة من فوق ونسحب الخيط. هي سهلة بس عشان احنا ايدينا متعودة على الغرزة العادية، ف شغالين على طول. هندخل الابرة، نطلع الابرة فوق الخيط ونسحب ونطلع تاني، هندخل الابرة ونطلع الابرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من الحلقتين تاني، هندخل الابرة ونطلع الابرة فوق الخيط ونسحب اهي، غرزة بنت معانا شوية، وهنبدأ اكننا نرتفع، ما مفيش تزايد اهي، شكلها حلو قوي. هندخل الإبرة ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب، وبعد كده نطلع الحلقتين. هندخل الإبرة في الحلقتين ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من الحلقتين. اهو شكلها باين شوية، بس اكيد لما نرتفع بالسطور اكتر شكلها هيبان اكتر، والاختلاف من هنا اهوت. يعني احنا لو لاحظنا اهي، بص دي عاملة ازاي، بص تحت العادية عاملة ازاي. تاني مع بعض، هنخش في الحلقتين ونطلع الابرة فوق الخيط ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو العادية. اهي تاني، هنخش ونطلع الابره فوق الخيط ونسحب بالظبط كده اهي. انا هكمل بقيه السطر وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. انا كده وصلت لغايه اخر غرزه في السطر، هعملها معاكم. هندخل الخيط الإبرة ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب بعد كده الخيط ونطلع من الحلقتين. هنشيل هنا هوت العلامة ونعمل غرزة الحشو بتاعتنا ونحط تاني العلامة عشان دي أول غرزة معانا في السطر. اهو كده بدأت تبان شوية، نكمل مع بعض. هنخش في اول غرزة بعدها ونطلع الابرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من الحلقتين. تاني مع بعض، ندخل الابرة ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من الحلقتين. تاني، ندخل الإبرة ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحبها ونطلع من الحلقتين. اهي الشكل باين معانا شوية. تاني هنخش جوه الحلقتين ونلف ونطلع الإبرة فوق الخيط ونسحب ونطلع من حلقتين. اهي انا دي الغرزة اللي هكمل معاها بقية السطور. طبعا عرفنا ازاي نخلي السطر حلزوني وما نتلخبطش، لازم العلامة. اي حد هيتلخبط، كان مبتدئ ولا مش مبتدئ هيتلخبط، فاحنا لازم نحط العلامة معانا.
انا كده هكمل، هنطلع الإبرة من فوق ونسحب اهي، فانا هكمل هرتفع بالسطور وهقول لكم ارتفعت كم سطر، كم سطر، واقول لكم مقاساته بالظبط وارجع لكم. ورجعت تاني معاكم وانا كده عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 سطور. هاجي اعمل اخر غرزة معانا في السطر، هخش واطلع الابرة فوق الخيط واسحب واعمل غرزة حشو بس كده. دي هتبقى اخر غرزة معانا في السطر، هشيل كده هوت واعمل غرزة منزلقة. ده شكله ما فيش اي هو ماشي حلزوني، فما فيش اي مكان يبين هو بادئ من فين ولا ناهي من فين. اهو ده الشكل معانا قوي، طلع شكله حلو قوي، الغرزة لذيذة قوي سهلة وما فيهاش حاجة وزيها زي الحشو بس بتدي شكل مختلف، شكل حلو قوي اهي. كده رجعت معاكم تاني وده الشكل النهائي بتاعه. انا حطيت شكل الدبدوب ده، هو غالبا نفس اللون بس باين شكله باين جدا اهو. ممكن انا لسه طبعا هركب السوستة ولسه هنضف الخيط ده، ممكن تحطيه في الشنطة يبقى بوك صغير او بورتفيه. انا هركب السوستة معاكم في فيديو تاني. وممكن تعملي له ايد وتمسكيه كده اهو او يتحط في الشنطة، ده نفس اللون اللي انا عاملة بيه شنطة البحر. ممكن تعمليه مقاس اكبر من كده، انا بادئة ب15 سلسلة غير غرزة الارتفاع، فممكن نعمله اكبر او اطول، او لو الغرزة عجبتك اوي تعملي بيها شنطة برضو ممكن جدا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. سلام.